السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهارده إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة البرازيل في موريتانيا أو رقم السفارة البرازيلية في موريتانيا. رقم التليفون هو 00 32 4 5 2 9 4 9 8 2. يبقى تاني، رقم سفارة البرازيل في موريتانيا أو رقم السفارة البرازيلية في موريتانيا 00 32 4 5 2 9 4 9 8 2. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.